أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذه أسئلة كثيرة أعرض على فضيلتكم بعض ما تيسر منها. هذا السائل يقول: ما حكم قول الحمد لله بعد الجشاء؟ لا أصل لهذا، بعد الجشاء لا أصل، الجشاء مذموم، ولكن إذا غلبك فضع شيئا على فمك ولا يصير لك صوت مثل ما يفعل بعض الناس، لا يصير لك صوت في الجشاء لأنه مذموم، ويدل على الكسل ويدل على النهمة في الطعام، فدافعه ما استطعت، إذا لم تستطع فلا يكون لك صوت، اكظمه. وأما أنه يقال الحمد لله هذا لا أصل له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما حكم رد السلام عند الأكل؟ لا بأس بذلك، وإن كان الأولى لا يسلم على المستغلين بالطعام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل لا بد من التسمية بصوت مسموع يسمعه من بجوارك، أم يكفي أن يتلفظ بها بينه وبين نفسه؟ والله الأحسن رفع الصوت بها بلا شك، عنده أحد ولا ما عنده أحد، لأنها ذكر فيرفع صوته بها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: هل يصح إذا أكلت ثم فرغت من الأكل ثم تذكرت عند فراغي أن أقول بسم الله في أوله وآخره؟ هو ظاهر الحديث. نعم، هو ظاهر الحديث أنك تسمي سواء في أثناء الطعام أو بعد الفراغ. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل التسمية واجبة حتى على الصغير في حضور الطعام؟ الصغير يعلم يدرب، ما واجب عليه، ما عليه واجبات، الصغير ما عليه واجبات، لكنه يعلم ويدرب على ذلك، وله أجر في هذا، له أجر ولمعلمه أجر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا قلت إن طبخ هذا الطباخ رديء أو فعله في الطعام الفلاني أنه غير جيد، فهل يعد هذا من عيب الطعام؟ أنت ما قلت إن هذا الطعام رديء، هذا ما يجوز، لكن تقول طبخه رديء، أنت ما تذم الطعام وإنما تذم عمل الطباخ، ما في شيء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا كان الطعام مالحا أو كان الشاي مثلا حاليا فتركه الزوج وأخبر زوجته أو غيرها بالسبب ليتم تدارك ذلك فيما بعد، فهل يعد هذا من عيبة الطعام؟ إذا كان هذا لغرض صحيح لا بأس، تعلمها أنه ملح أو أنه كذا، أو أن الشاي على ما قلت مر أو ما أشبه ذلك، لأجل أنها تصحح الوضع، ما في بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: في قول المؤلف رحمه الله: فجاءت جارية فأخذ بيدها، هل يؤخذ منه أنه عليه الصلاة والسلام مس يد الجارية؟ جارية صغيرة ما في شيء، مسها ما في شيء، ولا في شهوة، إنما لا تمس يد الكبيرة هو. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هذا السائل يقول: ما المقصود بالشيطان الذي نوع الشيطان؟ المقصود نوع الشيطان، الشيطان هو المارد من الجن، وأكبر الشياطين هو إبليس لعنه الله. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هو الفرق بين الحمد وبين الشكر؟ الحمد هو الثناء على الله سبحانه وتعالى بأفعاله لذاته، يحمد لذاته ولأسمائه ولصفاته، وأما الشكر فهو ثناء بالنعمة على الله، والشكر يكون بالفعل: اعملوا آل داود شكرا، وأما الحمد فلا يكون إلا بالقول. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، هل ينبغي للمدعو أن يفطر إذا كان صائما، ومتى ينبغي له ذلك ومتى لا ينبغي له ذلك؟ مخير، إذا كان صوم متطوعا فهو مخير، إن شاء أفطر وأكل، وإن شاء أمضى صومه وأخبر صاحب الطعام أنه صائم،
ومخير في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: إذا شرب من الكأس عن طريق الشفاط، هل يجب عليه أن يمسك الشفاط بيده اليمنى أو باليسرى؟ لا، باليد اليمنى يمسك الشفاط على ما سميته، يمسكه باليد اليمنى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: كثيرا ما نسمع من بعض الناس عند الأكل، إذا تكلم أحد قالوا: لا كلام على طعام. لا أصل لهذا، كان صلى الله عليه وسلم يتحدث على الطعام كما مر بكم، كونه يأكل ويسكت ولا يتكلم هذا خلاف الآداب الشرعية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما هي الحكمة من وجوب التسمية عند أول الطعام؟ ذكرنا لكم لأجل طرد الشيطان، هذا في الحديث، طرد الشيطان لا يشاركه في طعامه، وأيضا إنزال البركة على الطعام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا سائل يقول: هل الأكل بالملعقة أو الشوكة مخالف للسنة؟ لا، ليس مخالفا للسنة، يأكل بما يتيسر له بيده أو بشوكة أو بملعقة، لا مانع من ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: عندما يدعوني شخص لبيته للطعام، يقول سلمك الله، عندما يدعوني شخص لبيته للطعام فعند انتهائي من الأكل أدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارحمه وبارك له فيما رزقته، فهل هذا الدعاء صحيح؟ صحيح، الدعاء صحيح، هذا دعاء طيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: ما صحة قول الأكل مع الجماعة رحمة؟ ما أدري، ما أعرف هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: أحيانا يكون مع الأكل بعض المشروبات أو الماء، فيكون من الصعب أن يشرب الإنسان بيمينه لئلا يتسخ الإناء، فهل يجوز له أن يشرب بالشمال في هذه الحالة؟ لا، لا ما يجوز أن يشرب بالشمال في هذه الحالة، وأيضا الأطباء ينهون عن الشرب على الطعام مباشرة، يقولون على الأقل يشرب بعد نصف ساعة من أكل الطعام ولا يشرب مع الطعام، إلا إذا غص أو أصابه شيء أو مرق مع الطعام يسوغ الطعام لا بأس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل يجوز أن ندعو على من عاند وأبى أن يأكل بيمينه تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ ترشده أحسن، ترشده إذا امتنع ورأيت منه المخالفة عن تعمد، فلك أن تدعو عليه بما ورد في الحديث. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأكل أو الشرب متكئا؟ نعم، هذا يدل على الشرع، فلا يأكل وهو متكئ، يجلس جلسة على يفترش رجله وينصب واحدة، إذا سهل، وإذا لم يسهل لو متورك، أو المهم أنه ما يتكي. نعم، إلا إذا احتاج إلى الاتكاء لا بس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل الأفضل في المناسبات العامة مثل مناسبات الزواج أو العقيقة أو عند التخرج لأحد الأبناء أن نحيي المجلس بذكر الله عز وجل، أم أن نترك الحضور يتحدثون بما يشاءون فيما بينهم؟ اجمع بين الأمرين، اجمع بين الأمرين، التذكير وترك فرصة للجالسين أن يتحدثوا فيما بينهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل السلام الممنوع في الحمام هو أن يقول السلام عليكم؟ هل هو عند المغاسل أم داخل دورة المياه؟ المكان غير لائق للسلام، وأيضا السلام من أسماء الله عز وجل، لا يذكر، يكره ذكر الله في الحمام. نعم.
أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إن زملائي في العمل إذا وضع الطعام فطورا أو غيره لا يدعون العمال للأكل معه ويأنفون من ذلك، وأنا أكره فعلهم ذلك كرها شديدا، وقد ناصحتهم فلم يستجيبوا لنصحي، فما توجيهكم لي ولهم؟ هل سمعت أنه يستحب أن تدعو الحاضرين والعمال ولا تأكل وهم ينظرون إليك، ربما يكونون جياعا أو محتاجين للأكل، فتدعوهم يشاركون معك أو تضع لهم طعام خاص بهم، المهم ما تتركهم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: رجل كسرت يده اليمنى، فهل يجوز له أن يأكل أو يشرب بيده الشمال؟ هذا معذور ما في شك، إذا لم يكن له يد يمنى يأكل ويتناول ويأخذ ويعطي باليد اليسرى. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما هو المقصود بالاتكاء المكروه عند الأكل والشرب؟ على اليد، اتكاء على اليد أو على الظهر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من إزالة الأذى أن يتسوك الإنسان دائما؟ دائما هذا ما هو بلازم، لكن يتسوك في فترات عند الحاجة إلى السواك، إذا طال صمته أو أراد أن يتوضأ أو أراد أن يصلي أو أراد أن يدخل بيته، السواك له أوقات. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز للمرأة أن تصوم النافلة كصيام 6 من شوال قبل صيامها ما عليها من قضاء رمضان؟ ما هو بالظاهر، الظاهر أنه تقضي رمضان أولا، قوله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال قال صام رمضان، واللي عليه قضاء ما بعد صام رمضان. نعم. صام رمضان وأتبعه، أتباع، واضح الحديث في هذا. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم جلسة خاصة عند الطعام، وكيف صفتها؟ لا أذكر شيئا من ذلك، ولكن يجلس جلسها يعني حسب مقدرته واستطاعته. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: عندنا من العادات أن نترك السائقين والخدم يطعمون على طعامنا بعد فراغنا منه، فهل هذا الفعل صحيح؟ الأولى أن تجعلوا لهم طعاما خاصا بهم يأكلون وقت ما تأكلون أنتم إذا كانوا حاضرين معكم، أما إذا كانوا غائبين أو مشغولين فلا بأس أنكم ترتبون لهم طعام عقب أكلكم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل صحيح أنه صدر عن اللجنة الدائمة فتيا بجواز التأجير المنتهي بوعد التمليك؟ لا، هذا كذب، هذا كذب واحتيال. صار لما حرم الأجار المنتهي بالتمليك احتالوا وغيروا له، قالوا الإيجار مع وعد التمليك، كله المعنى واحد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم لعن إبليس عند ذكره؟ لا يأتي بزيادة، لأن إبليس ملعون لعنه الله، لا تأتي بزيادة، لكن خالف إبليس، اعصب إبليس، هذا المطلوب منك، ما يكفي أنك تلعنه وأنت تمشي معه وموافقه، ما يكفي هذا، المطلوب منك مخالفته في كل الأحوال، هذا المطلوب. وأما اللعن فهو ملعون لعنه الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: أيهما أفضل، الصلاة في ميمنة الصف مع البعد عن الإمام، أم الصلاة في ميسرته مع القرب من الإمام؟
الصلاة الميسرة مع القرب من الإمام أفضل من الميمنة مع البعد عن الإمام، لأن قرب الإمام فيه فضيلة تديبه ويسمعه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم جهاز البلاك بيري في الجوال؟ يسأل عن جهاز البلاك بيري. والله ما أعرفه، ما لكن الشيء اللي فيه ضرر، الشيء اللي فيه ضرر لا يجوز من الجوال وغيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز أن أدفع الزكاة، زكاة مالي، إلى الدولة؟ هل يجوز أن أدفع زكاة مالي إلى الدولة؟ إذا طلبت الدولة دفع الزكاة لها وجب عليك ذلك طاعة لولي الأمر، أما إذا لم يطلبوا هذا فأنت تخرجها، أنت المسؤول عنها. نعم. أحسن الله إليكم. وهذا السائل يقول: ما حكم وضع الأموال في البنوك ولكن في الحساب الجاري؟ وضع الأموال في البنوك لأجل الحفظ لا بأس به لأنه ضرورة، أما وضعها لأجل الاستثمار المحرم فلا يجوز. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السؤال قد تكرر: رجل أحرم بالعمرة فطاف ثم سعى ولم يحلق رأسه ثم حل من إحرامه، وبعد عدة سنوات أحرم بعمرة أخرى، فماذا عليه؟ باقٍ عليه الحلق من العمرة الأولى، يحلق، باقٍ عليه الحلق من العمرة الأولى فيحلق إذا تذكر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل يجوز كتابة القرآن بلغة أخرى غير اللغة العربية مع الدليل على ذلك؟ القرآن لا يمكن كتابته بغير اللغة العربية، ولا يمكن أن يوجد لفظ يقابل لغة القرآن لأنه معجز، القرآن معجز في لفظه ومعجز في معناه ومعجز في أسلوبه كل المعاني، فلا يمكن. لكن أنه يترجم معاني القرآن، تفسير القرآن، يترجم التفسير ما في بأس، أما يترجم نص القرآن هذا ما هو ممكن أبدا، مستحيل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ نعم. ما حكم الأكل والشرب واقفا؟ عند الحاجة لا بأس، إذا احتاج إلى هذا ما في بأس، وإن لم يحتاج فالأفضل أن يجلس، وجاء النهي عن الشرب واقفا، لكن عند الحاجة أو أنه يعني من باب الاستحباب، الجلوس من باب الاستحباب، وبعضهم يرى أنه من باب الوجوب، فعلى كل حال إذا احتاج إلى الأكل والشرب واقفا لا بأس، أما إذا لم يحتاج فإنه يجلس. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: توفي أخي في رمضان وعليه قضاء، وأنا أيضا علي قضاء، فقضيت صيام أخي قبل قضاء صيامي، فهل علي بأس؟ ما عليك بأس، لأن القضاء موسع وقته، ولكن أخوك إذا كان أنه مات في أثناء الشهر، إذا مات في أثناء الشهر في مرضه ليس عليه شيء، أما إن كان عليه قضاء من رمضان سابق قضيته عنه هذا طيب، وأنت أديت الواجب عنه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لزوجة الميت أن تصلي عليه في المسجد، وهل يجوز لها أن تخرج من بيتها للصلاة عليه ثم ترجع إلى بيتها مرة أخرى؟ لا بأس أن تصلي عليه في بيتها، وكذلك لا بأس أن تخرج وتصلي عليه في المسجد مع المصلين، خلف المصلين، لا بأس في ذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: امرأة في خارج هذه البلاد بنغلاديش مات عنها زوجها وعمرها 76 سنة، وكانت قد قدمت للحج أو قد قدمت للحج ودفعت الأموال، السؤال: هل تسافر مع ابنها للحج مع العلم أن سفرها سيكون في عدتها و
ويصعب عليها رد مال الحج إليها بعد ذلك. أعد السؤال. يقول سلمك الله، امرأة مات عنها زوجها وعمرها 76 سنة، وكانت قد قدمت للحج ودفعت الأموال. قدمت ها؟ لا قدمت عند في دولتهم. قدمت للحج طلب يعني. إيه نعم. وكانت قدمت للحج ودفعت الأموال. السؤال، هل تسافر مع ابنها للحج مع العلم أن سفرها سيكون في العدة ويصعب رد مال الحج لها؟ إذا كان إنه ما لها فرصة غير هذا وسيفوت عليها في المستقبل ولا يمكن إنه يسمح لها، تحج مع محرمها للعذر لا بأس. أما إذا كان في فرصة أن تحج في المستقبل وممكن تحصل على رخصة فإنها تؤجل الحج من أجل العدة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول، يوجد عندنا عادة في بلادنا وفي منطقتنا أنه إذا دخل الضيف للأكل لا يأكلون معه بل يتركون الضيف وحده. نعم. يقول يوجد عندنا عادة في منطقتنا أنهم إذا دخل الضيف للأكل لا يأكلون معه ويتركون الضيف وحده، ويقولون إن هذا من الكرامة ليأكل على راحته، فهل هذا الفعل صحيح وهل له أصل في السنة؟ في السنة ما له أصل، لكن حتى عند البادية عندنا بعضهم ما يقدم الضيف وحده ويأكل الضيف وحده، هذا عادة عند بعض البدو وهو من السنة ما له أصل هذا. نعم. إنما هو من باب العادات عند بعض القبائل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، أشكل علي قول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يباشرني وأنا حائض وهي متزرة ما بين السرة والركبة، فما معنى هذه المباشرة؟ واضحة المباشرة بمعنى أنه يستمتع بها ويقبلها ويمس جسمها ما عدا الفرج. يعتزل النساء في المحيض يعني في محل الحيض، والأمر بالاتزار هذا خاص به صلى الله عليه وسلم أو أنه من باب الاحتياط، وإلا فالمحرم هو مخرج الحيض فقط، وما عداه من جسم الزوجة يستمتع به الزوج وهي حائض. نعم. خلافا لليهود، فإن اليهود كانوا لا يقربون الحائض أبدا ولا يأكلون من طبخها ولا من عملها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول، ما هو الدليل على وجوب تبييت النية لصيام النوافل المحددة كست من شوال؟ يقول سلمك الله، ما هو الدليل على وجوب تبييت النية لصيام النوافل المحددة كست من شوال وعشر من ذي الحجة؟ من قال أنه يجب تبييت النية لصوم النفل؟ ما قال أحد، إنما هذا للفرض، صوم الفرض رمضان أو القضاء أو الكفارة أو النذر، الصوم الواجب لابد من النية من الليل، أما صوم النفل فلا يشترط، يجوز أن تنوي من النهار بشرط أن لا تأكل وتشرب بعد الفجر، فإذا أصبحت لم تأكل ولم تشرب بعد الفجر ونويت الصوم النفل ما في مانع. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، رجل مقيم في هذه البلاد من أهل اليمن وهو فقير جدا لا يجد ما يكفيه هو وأهله، ويريد أن يرسل زوجته إلى اليمن في الحافلة وليس معها إلا ابنها الصغير لأنه لا يجد الأجرة لهما لذلك، فما حكم ذلك؟ لا، الأصل لا يجوز سفر المرأة بدون محرم، قوله صلى الله عليه وسلم، لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، تبقى عنده حتى يستطيع أن يسافر هو معها، تبقى عنده حتى يستطيع أن يسافر هو معها ويؤديها إلى مكانها، ولا تسافر بدون محرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول، هل كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتغدى ثم يقيل أم كان يقيل ثم يتغدى؟ المعروف أنهم يتغدون الضحى، هم مثلنا يتغدون عقب الظهر أو العصر،
يتغدون الضحى وينامون قيلولة بعد الغداء. نعم. وهذا إلى عهد قريب كان موجودا في هذه البلاد، يتغدون الضحى لأن ما في فطور بعد الشمس، يتغدون الضحى وينامون. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أذهب إلى البنك ليشتري لي سيارة مثلا أو بيتا ثم أسدد البنك بعد ذلك بالتقسيط؟ إذا كان البنك يملك السيارة أو البيت قبل العقد فلا بأس، بايع عليك شيء يملكه. ما إذا كان ما يملك السلعة قبل العقد فلا يجوز هذا، قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل لطالب العلم أن يحكم على شخص أنه مبتدع أن ينزل الحكم عليه، أم أن هذا خاص بالعلماء فقط؟ لا بد أن يثبت أن هذا الشيء بدعة، ولا يعرف هذا إلا العلماء، ما يعرف البدعة من السنة إلا أهل العلم، فيرجع إلى أهل العلم ويسألون عن هذا هل هو بدعة ولا ما هو بدعة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل يجوز لي أن أضحي لوالدتي التي توفيت قبل أيام علما بأنها قد ضحت لنفسها في حياتها؟ هذا جاءنا السؤال أمس، ما في ضحية إلا وقت العيد، عيد الأضحى وأيام التشريق، هذا وقت الضحية، أما الآن ما في ضحية، لكن إن أراد أن يتصدق عنها بلحم أو بطعام أو بكسوة أو نقود هذا من باب الصدقة ما هو من باب الضحية. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: إمام صلى بالناس وأثناء الصلاة تذكر أنه على غير طهارة فانصرف، السؤال: هل على المأمومين أن يعيدوا الصلاة أم يكملوا صلاتهم؟ إن شاءوا أن ينتظروا إلى أن يتوضأ ويجي ويصلي بهم، وإن شاءوا أن يقدموا واحدا يصلي بهم، يبدأ الصلاة من جديد، يقدمون واحد ويصلي بهم إذا كانوا ما هم منتظرين الإمام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: هل هناك يوم يدعى بعيد الأم أم أن هذا بدعة؟ ما في عيد إلا عيد الفطر وعيد الأضحى، ما في الإسلام عيد إلا عيد الفطر أو عيد الأضحى، وما عداه فهو بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: رجل عقد على امرأة وهي محرمة فماذا يجب عليهما والحالة هذا؟ العقد غير صحيح، إذا عقد عليها وهي محرمة فالعقد غير صحيح، يعاد من جديد، إذا تحللت من إحرامها يعاد العقد من جديد. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل الكلام في حق غير المسلمين المعينين يعتبر من الغيبة؟ إذا كان فيه مصلحة دينية بالنهي عنهم وعن الاقتداء بهم أو الاغترار بهم، إذا كان فيه مصلحة دينية فلا بأس، أما مجرد الكلام فيهم من غير مصلحة فلا داعي له. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل من يسب الصحابة وأمهات المؤمنين رضي الله عنهم يجوز قتله ويكون مهدور الدم؟ هذا لا بد من الحكم عليه بالمحكمة الشرعية، ما كل يقتل ولا كل، هذا ليرجع فيه إلى المحاكم، إذا حكم عليه القاضي بالقتل يقتل. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ما حكم إهداء الهدية للمدير في العمل أو للكفيل؟ لا يجوز، من كان مسؤولا فإنه لا يجوز له قبول الهدية من المنسوبين الذين يراجعونه في حوائجهم، لا يجوز له أن يقبل الهدية منهم لأنها تكون رشوة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مقدار النوم اليسير الذي لا ينقض الوضوء؟
الذي لا يزول معه العقل، الذي لا يزول معه العقل فهذا لا ينقض الوضوء إذا كان جالسا، أما إذا كان متكئا أو مضطجعا فإن النوم ينقض الوضوء مطلقا، لأنه لا يدري عن نفسه. أما إذا كان جالسا متمكنا من نفسه النوم اليسير لا ينقض الوضوء. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أنا صليت التراويح مع الإمام لكن بنية العشاء، ثم قمت بعد ذلك وأعدت العشاء، فهل هذا الفعل صحيح؟ كيف تصليها بنية العشاء ثم تعيد العشاء؟ صليت العشاء خلاص، يجوز أن تدخل مع الإمام في صلاة التراويح، فإذا سلم تقوم وتكمل صلاتك، يجوز أن يقتدي المقترض بالمتنفل ولا تعيدها، الصلاة صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: سمعت أن هناك حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد صلاة العصر، فهل هذا حديث صحيح؟ هذا ورد في أنه ترك صلاة نافلة الظهر، ترك راتبة الظهر، انشغل عنها فقضاها بعد العصر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: يذهب بعض العوام من حديث الاستقامة إلى المستشفيات التي يوجد بها مرضى أمراضهم مزمنة، وذلك ليحثوهم على التوبة ويحذروهم عن الموت ويخوفوهم من عذاب القبر، فهل هذا الفعل صحيح؟ هذا كما نشر في الجرائد الضجة التي حصلت، إذا كان المسؤولون لا يسمحون بهذا فلا ينبغي التشويش في هذا الأمر، لا ينبغي التشويش في هذا الأمر، تعدي الأنظمة وحصول تشويش أو ربما يحصل أشد من هذا، درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، هذه قاعدة. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله